بيقول له اعمل كذا ما تعملش كذا، اعمل كذا ما تعملش كذا. كان بيقول له ابوك ما بيحبكش، ابوه ان اباك لا يحبك. فقعدت معاه، تعال يا ابن الحلال انت حبيبي، مهما حصل انت ابني وانا ابوك وانت حبيبي، ولكن اللي انت بتعمله غلط فانا اللي كارهه الاكشن بتاعك الغلط. انت مثلا بتطلع في الشارع من غير ما تكون مستحمي، او من غير ما تغسل اسنانك الصبح مثلا، تمام؟ فانا كاره النقطه دي. لو سمحت اغسل سنانك. لو سمحت ما تقولش كالفاظ نابيه، عفوا. ولكن انت كشخص حبيبي مهما عملت مش حسيبك ولا حطردك ولا حقول لك لا ما احبكش، لا انا احبك، ولكن انا زعلان من الاكشن بتاعك، عدل ده عشان نفضل حلوين مع بعض. فده السيستم اللي انا مشيت عليه، والحمد لله اهو. الحمد لله استاذ اسامه. وصلنا عندك لمرحله اسئله يا استاذ اسامه؟ عندك اسئله يا استاذ اسامه للاستاذ عادل؟ بس انا والله. عارف، انا عارف لا الاستاذ اسامه عايز يساله اسئله يوصل بيها للناس اشياء معينه. اتفضل. اول شيء انا يعني بشكر الاستاذ عادل على تواجده حبيبي معنا في البث المباشر، الله يسلمك. وكونه هو عايش هناك بالفلبين، فيعني يعني بثرينا من تجاربه وخبرته، وهذا الشيء احنا يعني ننبسط منه زي الله اعضاء لك يا اخ عادل. انا ببدا بس من اخر شيء، انت حكيت انه لا انت ما بتأيد الشخص اللي عاتب ابنه وكسر شخصيته، لا صح؟ مش هيك لما حكى لك الاخ ابو احمد عن قصه الرجل الامريكي اللي بهدل ابنه. انا نعم بس بحب احكي لك شغله. شوف، في هناك خطوط حمراء المفروض الولد ما يتجاوزها. يعني انا ممكن اناقش الولد في شيء هو عمله غلط، لكن انت مس هم اركان الاسره، هم العمودين، هو الزوج والزوجه او الاب والام. اذا بدا الولد من اولها، اذا بدا الولد يتعدى هاي، انا بعتبر خطوط حمراء، لا لازم يتوجه، واحيانا بدك تكون قاسي عليه، وقاسي عليه بشده. يعني هنا لما يجي الولد عمره ما بعيدها، كون قاسي عليه في هذا الشيء. ابوك وامك وطبعا وبعديها اخواتك، هاي دول خطوط حمراء لا تتعداهم. نعم. فانا انا انا في هذا توجهي. ورقم اثنين، بايدك في شيء اللي هو تربيه الاولاد، سواء الولد والبنت، هم سواسي. يعني صعب في الفلبين او في الدول الاجنبيه بشكل عام. انت حكيت شغلي انك انت وجهت نصيحه ل اللي هم اللي بده او بده يتعامل مع حمايه اللي هو الاولاد، او ايش بسموها، شرطه حمايه الاولاد. نعم. وانت حضرتك ذكرت انه انا لا انا بحكي لهم انه انتم ما لكم دعوه، انا بربي ابني. بس انا بدي حبيت احكي لك انه هذا الشيء لا يمكن تعرف تحكيه في الدول الاجنبيه، صح ولا لا؟ بينما بالفلبين ممكن تحكي. صحيح. نعم. اما برا يقولوا تقول لهم والله انا بربي ابني، بقول لك لا انت ولا ابنك، هات ابنك احنا بنوديه على عائله ثانيه. وزي ما بنشوف احنا الفيديوهات اللي بيجينا من السويد ومن دول الاجنبيه، صح ولا لا؟ لا، في فاصل فقط لا غير، او تعليق على هذه النقطه. اذا بتحكي على السويد والمانيا وبعض الدول الاخرى، هم عندهم اصلا نقص في الاطفال، فبينتظروا بس غلطه او تحرش حتى ياخذوا الطفل يربوه بالطريقه اللي هم حابينها. انا قصدي يعني عفوا وقطع حياتي، قصدي اللي هو الفند الاساس انك انت ما تقدر تحكي شيء معهم، صح ولا لا؟ لا، بكمل لك اياه. بالنسبه الى وقت قريب، الى قبل سنتين تقريبا، كان الوضع انه بيجوا بيشوفوا هل وقع ضرر على هذا الابن في امريكا مثلا، بيسالوا هل ابوك بيضربك؟ لا، اذا ما بيتدخلوا. هل عمل لك، هل سوى كذا، هل بيغصبك على كذا، هل بيسوي كذا؟ يعني في مثل التحقيق البسيط، فهمت علي؟ الا اذا الوضع في الفتره الاخيره، الله اعلم، اذا كان نفس ما مثل ما تفضلت،
الوضع اللي في السويد، اذا كان وصلوا في السويد لمرحله من التوحش بسميها انا، انه صار اي واحد بياخذ اولاده او زوجته واولاده بيطلعوا من السويد بيقولوا هذا بيخطف ولده، يعني هذا تلكك، هذا موضوع اخر او قصه ثانيه ما له علاقه بالتربيه. لا احنا ما بنحكي الخطف، حتى في المانيا يعني انت اذا عليت صوتك على ابنك او نعم. بنتك وهو نعم. انت مش عارف يعني انت، هو لازم يكون علاقه الاب والام في الاولاد علاقه اسره متحابه، صح ولا لا؟ يعني ما تروح صحيح. هي تروح على المدرسه تسالها المدرسه مثلا او اي حد برا، مالك ليش زعلاني؟ والله انا ابوي عنفني، ابوي كذا، على السريع هاي بتيجي بتروح بتتصل في اللي هو حماية الأسرة وبصير عليها مشاكل، وهذا الشيء من بنشوفه بالأخبار ومن الفلوجرز اللي بتوصلنا من الموجودين عايشين في الدول هاي. والله في خبر مع الأسف الشديد راح أقول لك إياه، أنه في بعض الدول العربية في الخليج بشكل عام دون تحديد الدولة صار في نفس حماية الأطفال هاي موجودة. طبعا هم بيقولوا لو حصل حالة تنمر اتصل علينا نحن نجي المدرسة، ما تتصل لا على أبوك ولا أمك، حتتصل علينا نجيك لنا المدرسة إلى المدرسة أو الموقع اللي أنت فيه وناخد لك حقك. فمع الأسف الشديد تم استخدام هذه الخدمة بشكل أنا ممكن أحكي لك شغلة، أنا بدي أقول شغلة بس بعد إذنكم أحكي على عجالة. أنا برأيي أنه تربية الأولاد في هذا الزمن صعب سواء في كل دول العالم، وخصوصا خلينا نحكي احنا في الدول العربية كمان. نعم. يعني ليش؟ لأنه صار عندنا الانفتاح الإعلامي والاقتصادي والفضاء الإعلامي، هذا صار العالم أصبح عن قرية صغيرة. وحتى كمان من أيام للأمس القريب يعني قبل حوالي 30-40 سنة ما كنا نشوف احنا الأجانب بكثرة في وطننا العربي. يعني كان الموجود اللي هو مثلا المواطنين البلد، وممكن المغتربين يكونوا من الدول العربية المجاورة، المهم يكونوا عرب أو جنسية أو جنسيتين أجانب. الآن أصبح حتى غير الانفتاح الاقتصادي والانفتاح الإعلامي المهول اللي صار، اللي هو تشوف أنت بالدول تلاقي 20-30 جنسية أجنبية، 50-100 عادي. يعني في صار اختلاط الثقافات برضو مع دولنا العربية. هذا برضو يعني أنا لما أجي أربي حتى ابني في الدول العربية برضو أنت راح تلاقي صعوبة. أنا ما بدي لما أجي أربي ابني لازم أكون أعرف كيف أختار التربية الصحيحة، ما بدي يكون ابني أو بنتي يكون لهم شخصيتين. يعني في البيت عندي أنا شخصية الولد المهذب الخطائع الخلوق اللي بروح المسجد ما شاء الله عنه، لكنه لما يجتمع مع قرانه برا وكذا هو نقيض تماماً. وهذا الشيء للأسف هذا حاصل، بتلاقي الأب أحيانا بقول لك أنا متفاجئ ليش هيك ابني، يجي له شرطة ليش إنه هيك ابني، لا أنا بعرف ابني سلوكه ممتاز. لا تركن، لازم تتابع متابعة الولد، لا تقول لي أمريكا ولا الفلبين ولا الدول العربية، الدول العربية يختلف. طيب خلاص الدول مايك فصل عندي بشوف. الدول العربية يختلف عن الدول الأجنبية إنه في عندك هنا الأنظمة والقوانين مع العادات والتقاليد ونظرة المجتمع تعمل رادع كبير للممارسات الخاطئة اللي بتصير في الأسر والأولاد. فهاي الأشياء بتلاقيها في الدول العربية، عشان هيك أنت لما تيجي تعيش بدول عربية تربي أولادك بتحس بالطمأنينة، بينما لما تروح خلص أنت مجرد ما تروح على الدولة الأجنبية وتحط اجرك فيها نعم خلص انت بدك تعرف انه فيه راح يكون في هناك تضحيات انت يجب ان تكون على قدها. على الزوج العربي انه يدرك انه العيش انه لما يعيش مع زوجته في الدول الغير عربية يختلف عما هو عليه اذا كان يعيش في الدول العربية نفسها، حتى لو كان متزوج من زوجة عربية. يعني يجب ان يراعي انظمة وقوانين الدولة اللي اختار انه يعيش فيها، وانه يتحمل الإخلال بهذه القوانين ويكون عارف فيها. فما بالك لما تعيش أنت في دولة أجنبية غير عربية ومتزوج من نفس البلد هاي، يعني مثل الفلبين أنت دولة أجنبية، إذا أنت متزوج أنت بدك تعرف أنه يختلف عن الدول العربية. ليش؟ لأن هناك الزوج
والزوج متساويان في الحقوق والواجبات وأمام القانون. بينما أنت في الدولة العربية أنت الرجل هو الولي، ولي الأمر، صح ولا لا؟ صحيح. هناك الزوج ولي أمر والزوجة ولية أمر، يتقاسمان هذا هي المسؤولية وأمام القانون. أنت لما تيجي يعني شوف، لما تيجي أنت الشجرة اللي تطرح ثمر طيب، نعم. ما إجت من فراغ، هاي إجت من البذرة الطيبة. أنت صحيح. لما تروح لما بدي أزرع أنا شجرة تفاح الحين، بروح على البستاني، بروح على المحل بقول له لو سمحت أعطيني أنا بذور تفاح بدي أزرع عشان أخذ ثمار التفاح، بيعطيك البذور. لازم تفتح الكيس وتطلع وتشوف هل هو مسوس، هل هو كويس صالح. أما تأخذها على عماها وتيجي تزرعها، طب أنت ممكن يطلع معك مش مظبوط. فعليك أن تختار البذرة الصحيحة، صح ولا لا؟ صحيح. وأهم شيء، أهم شيء هنا حسن الاختيار، حسن اختيار الزوجة، حسن الاختيار الزوجة اللي هي بتقدر إنها عقلها يتطابق مع عقلك، والتفاهم والإقناع يكون متواجد بينكم. أهم شيء متابعة الأولاد في دراستهم وسلوكهم، مش أنا والله بربي أولادنا على إنه والله يأكل ويشرب.